انا احسان الشغاله اللي عند الست نهى. انا كريمه الهاوس كيبر بتاعت فيلا الدكتور حاتم. خايفه لو عرف حقيقتي يقوم يغير رايه. مادام بتشتغلي عندها هنا تبقى ستك. وكل املي ان اكمل عليه مع اني عارفه انه امل ضعيف قوي. احنا مش ارزوقيه عندك ولا نمره في كباريه. لا يا حبيبي الارزاق عند الله. طب غير كده هتشك فيا وانت عارف ده معناه ايه. حقنا هناخده منك بالذوق بالعافيه هناخد حقنا منك. مستخسر في ابنك تمن تصوير كتاب. انت لا دورت ولا لقيت. انا اللي شلت الليله دي كلها لوحدي. تستاهلي تتضربي لما تموتي يا بت الكذب. نفسي احس ولو لمره واحده انك بتحبني. انا كمان نفسي اتجوز. والعيل اللي بيجي من حرام عمر ما ربنا بيبارك فيها ابدا. الشغاله حامل دلوقتي في ابنك انت ومراتك. طالب مننا كمان 5 مليون. بيهددني لو ما دفعتهمش هيفضحنا على النت. مين اللي صورنا انا وانت جوه اوضه نومك؟ مفيش. طب وهي تشتغل في البيوت ليه يا تيتا؟ دي بني ادمه متعلمه. يعني مش تعبان عليك البت؟ لا مش تعبان علي حد. انا في الاول او الاخر حته خدام. مش هجوز ابني للخدامه بتاعتي. اخرس يا ترساني. وانت بقى اللي هتربيني؟ شغالة وهي مالها شغالة؟ مالها شغالة ما تفهميش؟ كيف تقول شغالة يعني؟ ما احنا كلنا ولاد تسعة. ما تصوتش.